الأغنية لله. تفضل الشيخ أحمد الصادق، عرف نفسك عليه. لا يعني هو أنا يعني هو أنا واحد مواطن عادي من أرض مصر، أرض الكنانة المباركة. فقط ما أرجوه إلا هو أن تستقر هذه البلاد سواء كانت عربية أو إسلامية، أن يمن الله عليها بالأمن والأمان والاستقرار. وهذا يعني مجهود لابد أن يعني يعرف أو يعرف هذا الأمر، وأن يسعى لتحقيق هذا الأمر كل واحد منا، كل مواطن شريف، سواء مصري، سواء من تونس، سواء من بلاد المغرب، سواء من اليمن، سواء من سوريا. الفتن التي تحدث الآن في هذه البلاد لا شك إن لو يعني دعنا الأمر لأمر سياسي هنقول إن هو في تدبير سياسي من العدو الخارجي الذي يريد إن هو يعني يتسلل ويتخلل داخل هذه البلاد من أجل تحقيق أهداف معينة ومصالح شخصية. لكن نحن لا أقول نحن ك يعني فقط كمسلمون، لا فقط نحن كمصريون يعني مسيحي ومسلم، كلنا يدا واحدة. أنا كنت في ندوة من الندوات، كنت في عندنا في عين شمس خلف شطف اليوم الواحد، أيام كانت الثورة كنا بنعمل ندوات للصلح بين الشرطة وبين الشعب، وكان معنا مأمور اسم السلام ومأمور اسم المرج لما كان حدث الفتنة، وكان معنا واحد قس من قساوسة الكنيسة، ودرسنا معه وتحدثنا مع الناس، ورجعت الشرطة بدأت ترجع إلى أرض الواقع وترجع إلى أرض. الشاهد نحن نريد الاستقرار لهذا البلد والأمن والأمن لهذا البلد. تحرير ليه؟ أنا ما جئت إلا من أجل شيء واحد فقط. مطلبك؟ مطلبي هو العدل ورفع الظلم عن المظلومين. كان في قرار من السلف اتجاه السلفي والإخواني بعدم أنا لا أتحدث باسم السلفية. أنت سلفي وكلنا سلفيون، كل الناس يعرفون مفهوم السلف خطأ. السلف هذا هو السلف، عارف هذه السوالف. السوالف هي التي تأتي من مؤخرة الرأس، الشعر ده نازل منه حاجة اسمها سوالف، ده في طبيعة حتى في العامية. فالسوالف دي من مادة نفس مادة نوع الشعر. فإحنا من السلف من نفس مادة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، كلنا من نهج النبي ومن نهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إيه كلمة سلف اللي طلعوا لنا فيها اليومين دول؟ إحنا المسميات يعني إحنا كلنا مسلمين، كلنا ننتهج نهج واحد ومذهب واحد، هو نهج الصحابة ونهج النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن فقط يعني ونبينا واحد وربنا واحد. قرار حضرتك بالنزول كان امتى اخذت هذا القرار؟ انا بالنزول النهارده يعني والله انا حته القرار يعني انا مش هقول لك القرار النزول النهارده ولا امبارح ولا اول. احنا كل كان هدفنا او هدف اي مصري او هدف اي واحد في العالم كله يريد نشر العدل ورفع الظلم، رفع الظلم فقط. عندما يكون في ظلم ويكون في جور انت بتقرر من نفسك، غير انك تكون واحد انسان ملتحي او انسان مش ملتحي، او يعني الامر غير متوقف على الناس الملتزمين او غير ملتزمين. لا اقول ان هم صاحب الثياب القصيرة او ان الراجل لا، كلنا فئة واحدة، كلنا مصريون، منا اللي هو الشخص الملتحي ومنا اللي هو غير ملتحي. انا عايز اقول للملتحي ده انتوا هم بيقولوها يا اخوانا احنا كديمقراطية، دعونا يعني هي مسألة دي حرية، أنا ألتحي أو لا ألتحي ده المسألة يعني ترجع إلى أنا أقتفي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتحي فأنا أفعل كما قال، لكن لا تنكر علي. الشاهد من الموضوع أنا عندما قررت فقط أخذت هذا القرار من نفسي فقط لرفع الظلم ولنشر العدل، لرفع الجور ولنشر العدل في هذه البلاد الآمنة المستقرة على الله سبحانه وتعالى. ما قلتيش قررت إمتى؟ أنهي يوم في خلال الأسبوع الماضي؟ لا أنا قررت عندما قرر كل المصريون. أنا أخذت هذا القرار عندما قرر كل مصري شريف لرفع هذا الجور وهذا الظلم، ما أخذت هذا القرار من نفسي. ولكن عندما قامت القائمة، قامت الدولة، خلاص أفاق الناس كلهم، فاقوا من غفلتهم، عرفوا أن هم كان في بداخلهم كان كبت، كان يعني الله المستعان. ولكن الله سبحانه وتعالى يهيئ الكون، هذه نظرتي، يهيئ الكون الآن لأمر ما. الله سبحانه وتعالى يهيئ هذا الكون الآن لأمر ما هو الله سبحانه وتعالى يعلمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين والعرب جميعا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا.